الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. سبحانه سبحانه، يعلم مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار، وما تغيض فيه الأرحام وما تزداد. بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. سبحانه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين، الذي أرسله رحمة للعالمين. فهو للعوالم كالروح في الجسد، إذ لولا الروح في الجسد ما تحرك الجسد، وما تكلم الجسد، وما رأى، وما أكل ولا شرب، ولا نام ولا استيقظ، ولا عبد ولا ذكر. النبي في الأكوان كالروح في الجسد. إذا كانت الأكوان جسد، فروحها هو روح روحانية النبي صلى الله عليه وسلم. فما من شيء في الأكوان إلا ويستمد سبب وجوده بشعاع من روحانيته صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الروح سبقت الأجساد، أن الله خلق الأرواح قبل خلق الأجساد، وأول روح خلقها الله هي هذه الروحانية المحمدية، التي منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق. شجرة الأصل النورانية، والنور هنا بمعنى الظهور. لا تتصور عندما نقول أن سيدنا محمد أصله نور أن النور بمعنى هذا الضوء الذي تراه. النور بمعنى الظهور، إذ لولاه ما كان ظهور، والنور الذي تراه أحد أسباب الظهور، وليس هو كل أسباب الظهور. فنور النبي أعمق من هذا الضوء الذي تراه، إذ لولاه ما كان ظهور. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. مثل نوره، أي النور الذي خلقه سبحانه وتعالى ليظهر به الأكوان. مثل نوره، وهذا النور المنسوب إلى الله مباشرة بغير واسطة، هو روحانية النبي التي بها ظهرت الأكوان. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وكأن الأكوان هي المشكاة، والمشكاة هي المكان الذي تضع فيه المصباح تجويف في جدار في الجدار، كأن هناك تجويف في جدار الأكوان توضع فيها هذه المشكاة، والمشكاة تسمى مشكاة فيها مصباح. هذا المصباح هو الجسد المحمد، فيها مصباح، المصباح في زجاجة. إذن الجسد المحمدي هو الزجاجة، والمصباح هو القلب المحمدي، لأنه هو بالنسبة للأكوان روحها، وبالنسبة للقلوب قلبها، فهو لب الألباب وأصل الأصول. يستمد من الله ليمد غيره، لأن ما من شيء يستمد من الله إلا بواسطة، لأننا لا نستطيع أن نستمد مباشرة.
لضعفنا، فخلق الله روحا فيها من القدرة، أقدرها هو سبحانه وتعالى أن تستمد منه مباشرة ثم تمد الخلق من خلالها. عين على الحق وعين إلى الخلق، فهو ينظر إلى الحق ليستمد، وتنظر الخلائق إليه لتستمد. فإذا جاءته لم تجده شيئا، ووجدت الله عندهم فوفاهم حسابهم. فهو حجاب يوصل وليس حجاب يحجب، إذ لولاه ما ظهرت الأكوان. هذا من حيث الروحانية. هناك من لم يعلم النبي إلا من حيث الشخص المحمدي فقط، كالوهابية والسلفية وغيرهم، كثيرون يستغربون كيف أن أنوار الأكوان من نوره، كيف أن ظهور الأكوان من ظهوره، كيف وكيف، وهم لا يعتقدون فيه إلا البشرية المعتادة، شخص ولد في مكة ومات في المدينة ودفن بها، وجاء القرآن على لسانه والشرع على كلامه وبيانه ثم انتهى. هم لا يعرفون عن النبي إلا هذا. ومعلوم أن النبي تعلق النبوة بالروح لا بالجسد، والنبوة تعلقت به حتى قبل ظهور جسده. سئل صلى الله عليه وآله وسلم: متى كنت نبيا؟ انظر، كنت هذا من الكون وليس من العلم، فالعلم قبل الكون. متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. كنت أي في الكون. الذين لا يفهمون هذا الكلام يقول كنت أي في علم الله. علم الله ليس من الكون، علم الله صفة قديمة، علم الله صفة قديمة، فكلنا في علم الله سواء. فما مزية النبي أن يكون نبيا قبل خلق آدم إلا إذا كان في الكون. كنت من الكون، والكون مخلوق، وعلم الله ليس بمخلوق، فكيف يقول كنت أي في علم الله؟ هذا تأويل يخرج اللفظ عن معناه، بل يجعل علم الله مخلوق في الكون. وهذا يناقض صريح علم التوحيد الذي تلقيناه منذ طفولتنا، أن علم الله صفة ثابتة فيه غير مخلوقة. فإذا كان قال كنت نبيا أي في الأكوان، وآدم منجدل في طينته، فالنبوة تعلقت بروحه التي كانت قبل خلق آدم بل خلق العوالم. النبوة لما تعلقت بروحه الشريف فكان نبيا قبل ظهور الجسد المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان، ولذا قال في حديث آخر ليبين ويعرف: جعلني فاتحا وخاتما، أي افتتح به الأكوان وختم به الرسالات. والله سبحانه وتعالى يبين في كتابه: كما بدأنا أول خلق نعيده. ونبينا يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. إذن الإعادة صورة من البداية، فإذا كان في الإعادة هو الأول دل على أنه في البداية كان هو الأول. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، أول المسلمين وأول العابدين، كما جاء صريح القرآن. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد الأول الآخر الظاهر الباطن. فهو أول من حيث الروحانية ومن حيث النبوة، والآخر من حيث الرسالة والظهور، وهو الظاهر من حيث المحمدية، وهو الباطن من حيث الأحمدية، فهو روح الأرواح وسر بقائها. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأمهما فاطمة الزهراء وما ولدت من آل البيت الكرام إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا محبتهم والقيام بحقهم، وحققنا بحقائقهم، واسلك بنا مسالكهم، فهم سفينة النجاة
آل البيت العلماء العابدين مع القرآن الكريم لا يفترقان، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يرد حوضي. فإذا سفينة النجاة آل البيت الذين يحملون القرآن، هم سفينة النجاة. وكل من صدق عن هذا النبي موالاة ومحبة واستمدادا وتعرفا عليه، اعلم أنه يصدك عن الترقي في الكمالات الإيمان. فالناس يتفاوتون في إيمانهم بتفاوتهم في محبته صلى الله عليه وسلم. فموازين الإيمان يوم القيامة تزن قدر محبتك للنبي يساوي قدر إيمانك. والكفار يتفاوتون في كفرهم بقدر بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكفر يوزن في قلب كل كافر، يوضع بغضه للنبي في كفة ليوزن به ميزان كفره، فهو الميزان وهو الصراط المستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تحب إلا من تعرف، ولا تعرف إلا من عشت معه وسمعت شمائله ورأيته صلى الله عليه وآله وسلم وتعرفت عليه. فإذا تعرفت على روحانية النبي علمت أن روحانية النبي لا يخلو منها زمان ولا مكان، ولا يخلو منها إنسان، ولا يخلو منها موجود على وجه الأرض إطلاقا. لأن إذا قلنا أن الأكوان هي جسد وأن هو روحها، فلا يوجد موضع في الجسد إلا والروح موجودة فيه، وإلا لمات وانتهى وتحلل وانفصل. فلا يوجد لك اتصال بالأكوان إلا أن تكون هذه الروح مستشرفة إليك، رابطة لك في وجودك في هذا الكون. فإذا علمت ذلك علمت أنه لم يمت. الموت يطرأ على الجسد ولا يطرأ على الروح، فما زال هو نبينا وما زال مطلع علينا وما زال فينا. واعلموا أن فيكم رسول الله شاهدا علينا مستغفرا لذنوبنا، يفرح بطاعتنا، يشفع لنا قبل حتى يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم جسده في قبره وروحه في سائر الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب العالمين، وارض اللهم عنا معهم، واحشرنا في زمرتهم، وحققنا بحقائقهم، واسلك بنا مسالكهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا كان الخلق جميعا بمقتضى هذه الآية التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم خطبه، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهذه هي الوحدة المتكسرة، فلم يمنع تكسرها وحدتها ولم تمنع وحدتها تكسرها. هذا في عالم الأجساد، خلق من نفس واحدة، خلق من هذه النفس زوجها، فواحدة صارت اثنان، والاثنان صاروا أعداد مليارات من بني آدم، والكل من آدم. تكثر آدم في أولاده دون أن يتشوث في شخصه، فهو في شخصه آدم لم يتشوث، لم يحدث له تشويش، ولم يتقطع منه أجزاء، ولكن في نفس الوقت خرج منه جميع أبنائه. هذا التكثر في عين الوحدة الذي يمنع تشويش الوحدة صورة منه في عالم الأرواح، حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأكوان هي النفس الواحدة التي انبثقت منها سائر الأكوان، فتتعدد الروحانية في سائر المظاهر
إمدادا لها بالوجود دون أن تتشوش في وحدتها. هذا في عالم الأرواح. إذا كان في عالم الأجساد هذا موجود، حبة تزرعها في الأرض تخرج منها سنابل عديدة، في كل سنبلة 100 حبة، تكسرت في حبتها وهي حبة واحدة. نواة تزرعها في الأرض تخرج منها نخلة، يخرج منها آلاف البلح والتمر الذي فيه آلاف النوى، فهي واحدة تتكسر. هذا في عالم الحس نراه كل يوم في كل لحظة. فإذا لا تستغرب أن فيكم رسول الله، فهو تكسر فينا من حيث الظهور، بالرغم أنه تأحد في ذاته من حيث أحمديته وروحانيته، فلا أحمديته منعت محمديته في الظهور، ولا محمديته أثرت على روحانيته الأحمدية في أصل وجودها. هذا كله قائم نراه في الحس ونشعر به، ولكن للأسف بعض العقول والقلوب لا تتحمل مثل هذا الكلام لضيق الأفق ولعدم نظره إلى ما بث الله في الأكوان. فأنت إذا تزوجت تكسرت في أولادك دون أن تتشوش في شخصك، فأنت تكون واحد ومتكسر، وحدة متكسرة. كذلك هذه الروحانية المحمدية فهي روح الأرواح وسر بقائها، تكسرت في سائر المظاهر، فلا يخلو مظهر إلا وله شعاع من هذه الروح، وإلا لا يوجد لها وجود ولا يوجد لها ظهور. والعجيب أن حتى علماء الرياضة الكفار الذين يتعاملون مع الأرقام، الذين كانوا يتعاملون مع الأرقام، يقولون كل شيء قابل للقسمة لابد أن يكون أصله لا شيء. إذا كنت أنت قابل للقسمة، الكتلة جسمك كتلة قابلة للقسمة، إذا كانت الأرض مسافات والأكوان مسافات والمسافة قابلة للقسمة لأنها تقاس وتقسم، وإذا كان الزمن أيضا يقدر بالثواني والدقائق والساعات والأيام والسنوات قابلة للقسمة، فالزمن قابل للقسمة والمسافة قابلة للقسمة والكتل قابلة للقسمة. فإذا بدأت تقسم أي واحدة من هذه الأشياء نصفين والنصف نصفين ونصف النصف نصفين إلى أن تصل إلى مرحلة لا تجد شيء، انتهى. فإذا كان لا شيء يؤدي إلى شيء فهذا محال عقلي. فإذا نحن مجموعنا أصفار، وحدتنا لا شيء، وهي أصغر وحدة عندما نقسم، نصل إلى مرحلة لا شيء. حسبوها بعلم الرياضة، قالوا إذا قسمتها على 24 قدامها 6 أصفار، وبعض العلماء قالك لا ده احنا أخطأنا، قدامها 12 صفر، يعني كأن 24 مليون، تقسمها 24 مرة إذا وصلت لهذا الحد تجدها لا شيء. فإذا كنت أنت مجموع من لا شيء فكيف اللا شيء يؤدي إلى شيء؟ محال عقلي، محال عقلي أن صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر إلى ما لا نهاية من الأصفار يؤدي إلى شيء، إلى واحد، محال عقلي. فما الذي جعل المحال العقلي موجود في الأكوان ونحن نرى الأكوان، نرى أنفسنا ونرى غيرك، فما الذي جعلها موجودة بالرغم أنها مجموعة من الأصفار؟ هو وجه التجلي، وجه التجلي بالبقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وجه هنا هو وجه التجلي لا وجه الجارحة كما يعتقد المجسمة، فالله سبحانه وتعالى ليس بجارحة وليس بجسم. كل من عليها، هل قال يفنى أم قال فان؟ قال فان، وفان في لغة العرب معناه في الحال والماضي والاستقبال، يعني يشمل كل الأزمنة، يعني حكمه أنه فاني، حكمه أنه لا شيء. فنحن لا شيء، نحن أصفار. فماذا كان
سبب وجودنا وجه التجلي، وجه التجلي الذي وضع أمام الأصفار فصارت تنطق أرقام. إذا وضعت واحد أمام الصفر صار 10، وإذا نزعته صار لا شيء، وإذا نضعت الواحد أمام صفران صار 100، وإذا نزعته لا شيء، وإذا وضعت الواحد أمام 3 أصفار صارت 1000، وإذا نزعته لا شيء. وجه التجلي هذا هو الذي جعل الأصفار شيء، فسبحانه الواحد، والله عندما تجلى بواحديته تجلى بروحانية هذا النبي خلقا، فكان أصل وجه التجلي في الأكوان هي الروحانية المحمدية التي جعلتها موجودة وهي لا شيء. فوجه التجلي هو الذي أظهرنا وجعل أصفارنا أرقاما تعد وترى وتتحرك، فلولا وجه هذا التجلي وهذا المدد من المنبثق من شعاع الروحانية المحمدية في الأكوان ما ظهرت الأكوان. ولذا هذا معنى واعلموا أن فيكم رسول الله، فيكم حقيقة. يعتقدون من لا يفهم مثل هذا المعنى العميق، فيكم بسنته، فيكم بقرآنه، فيكم بسيرته، لكن فينا بحسه، لأنه هو في الأكوان كان سببا لإمدادها قبل ظهور جسده الشريف، بل قبل نزول القرآن ونسمعه على أذاننا، لأنه قد نزل عليه في حال روحانيته أيضا لنبوته في حال الروحانية قبل ظهور الجسدية. كان نبيا وآدم منجدل في طينته، فنبوة نبيك من حيث الروحانية بدأت منذ خلق روحه، ونبوة نبيك من حيث الجسدية في سن 40 عندما نزل عليه الوحي في غار حراء. فهناك مظهران لهذه النبوة، مظهر في البداية سبق المظهر الذي كان في الختم وفي النهاية، لأنه لما صار هذه الروحانية المحمدية جمعها الله في صورة الجسد المحمدي في صورة إنسان، والإنسان ينسى، فاحتاج الناس أن يذكر، فجاءه الوحي ليذكره بما طبع في روحانيته قبل ذلك، لأنه قد كان نبيا ولكن نسي لكونه إنسان. والنسيان نعمة كبيرة عند الإنسان، لأنك لو تذكرت كل أحداثك لتشوشت وما استطعت أن تعمر الكون ولا تعبد ربك. فالنسيان هو الذي يجعلك تركز في عبادتك، تتقن عملك، تنام في الليل وتستريح، لكن لو تذكرت كل شيء في كل لحظة ما استطعت أن تفعل شيء، وما انتقلت من مكانك. بل من ضمن أسباب الجنون النشاط الذهني الذي يقلب الأحداث كلها في ذهن المريض حتى يصل إلى مرحلة لا ينام فيفقد إدراكه بالواقع، فنقول عليه أنه مجنون. فالنسيان يثبت العقل، نعمة كبيرة للإنسان أن الله ينسينا. يوم ألست بربكم كلنا كنا موجودون، يوم ألست بربكم كلنا قلنا بلى. هل تتذكر هذا اليوم؟ تتذكر من كان يقف بجوارك وأمامك وخلفك؟ لا تتذكر. ومن نعمة الله أننا لا نتذكر، لأننا لو تذكرنا كل شيء ما استطعنا أن ننتج شيء من كثرة التشويش. فلما صار إنسان ينسى، وكان أول ناس هو أول الناس وهو سيدنا آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي عزما على المعصية، أي أكل من الشجرة ناسيا، لأنه معصوم نبي لا يعصي الله متعمدا، فلما أكل من الشجرة أكل ناسيا، فكأن الله اعتذر لآدم حتى لا تسيء الظن فيه، فهو نبي مكرم رسول إلى أبنائه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا، قدم العذر قبل ذكر الذنب، فنسي ولم نجد له عزما، أي على المعصية. فلما كان الإنسان بطبيعته ينسى يحتاج إلى أن يتذكر ليذكره بما كان فيه. ولذا كانت وظيفة الرسل فذكر
إن الذكرى تنفع المؤمنين. يذكرنا ماذا؟ يذكرنا ما طبع في روحانيتنا من معرفتنا ربنا. فكل مخلوق من بني آدم يعلم أن له رب، ولكن نسي، فاحتاج الرسل ليذكروه. فكانت وظيفة الرسل التذكير، أنذر، بشر، ذكر، دل على أنه يذكرك بما طبع فيك. فإذا غلبت عليك الروحانية بالتنقية والترقية، تفجرت يا نبي الحكمة في قلبك، فخرج من لسانك ما لم تذاكره في المدارس وما لم تسمعه من العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله 40 يوما تفجرت يا نبي الحكمة في قلبه. كيف تتفجر؟ يتذكر ما وطبع فيه، لأن الروح دراكة، روحك أيها الإنسان دراكة مكرمة، تعلم كل شيء، أعلمها الله عن كل شيء. ولكن عندما تلبست بهذا الجسد نسيت كثيرا وانشغلت كثيرا بهذه الشهوات البهيمية الروح الجسدية التي انطبعت فيها فانغرست فيها، فاحتاجت من يأخذ بيدها ليذكرها حتى ترتقي فتنتقي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر الناس. فكان النبي عندما كان إنسان نسي ما طبع فيه، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علم القرآن قبل خلق الإنسان. ألم يلتفت انتباهك لهذه الآيات العجيبة؟ الرحمن علم القرآن، علمه لمن؟ خلق الإنسان بعدما علم القرآن، لأن علم القرآن للروحانية قبل خلق الإنسانية. وهذا يطابق قول النبي: كنت نبيا وآدم منجد في طينته. تعلم القرآن قبل خلق الإنسان، وقبل حتى تعليم البيان. ولذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن، أي بغير واسطة، من الله مباشرة. هذه الآية تدلك على معنى تعليم القرآن في حال الروحانية. أما في حال البشرية فتعلمه من جبريل، لكن في حال الروحانية لا يوجد واسطة أصلا، تعلمه مباشرة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولذا بيّن هذا المعنى أيضا في سورة الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وبيّن ذلك النبي بوضوح في أحاديثه: جعلني فاتحا وخاتمة، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ونبوة النبي متعلقة بروحانيته، ونبوته هي القرآن والوحي، فدل على أنه تعلم القرآن من الله مباشرة نزول على روحه عندما خلقت هذه الروح حتى تصير نبيا. فنزل القرآن كله على روحه بغير لغة، بصفة الكلام القديم الذي لا يوصف بلغة ولا بلسان ولا بحرف ولا بصوت، لأنه كان قبل البيان. والله سبحانه وتعالى كلامه لا يتقيد بلغة ولا يتقيد بلسان سبحانه وتعالى. بين خلق هذه الروحانية وبين تعليمها القرآن كانت هناك لحظة لطيفة سجلها القرآن. هذه اللحظة اللطيفة بين خلق الروحانية وبين نزول القرآن على هذه الروحانية لحظة لطيفة سجلها القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ليس هو الشخص المحمدي، لأنه كان يدري ولكن كان ينسى، كان يدري ولكن كان ينسى. ولكن ما كنت تدري هنا الروحانية في اللحظة اللطيفة بين بدء خلقها وبين نزول القرآن عليها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. إذن كل مراحل هذه الروحانية المحمدية مذكورة في القرآن، في صريح القرآن، وجاءت الأحاديث تؤيدها، ولكن غاب عن كثير من الناس هذه المعاني. لماذا؟ بسبب ألف سماع هذه الآيات والأحاديث
يألفها من كتر إلفها لا يحرك عقله في فهمها ولا قلبه في فقهها. فإياك إياك أن تسمع القرآن بإلف وعادة، ولكن اسمعه كل يوم بطريقة جديدة تجد فيه الأعاجيب. فمن أراد أن يمدح هذا النبي فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يتعرف على هذا النبي فليقرأ القرآن، ولكن قراءة عميقة، قراءة عميقة بقلب ليس فيه شك ولا شبهة في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لما نزل الوحي على سيدنا محمد وهو بشر في غار حراء، نزل جبريل عليه وقال له اقرأ، ولم يكن يأتي بكتاب. عندما أقول لك اقرأ وليس بيده مقروء، معناه سمع ما في قلبك. إذا قابلتك وليس في يدك قرآن وقلت لك اقرأ سورة البقرة، معناه سمع سورة البقرة التي في صدرك. هذا هو معنى الكلام. جاء سيدنا جبريل وليس في يده ورقة، وليس في يده كتاب، ولا في يده لوح، وقال للنبي اقرأ، معناه اقرأ ما طبع في روحك وقد نسيت. فقال ماذا أقرأ؟ رواية، وفي رواية أخرى ما أقرأ، ورواية مشهورة ما أنا بقارئ. ثلاث روايات، وهي تفسر بعضها البعض، الثلاث روايات تفسر بعضها البعض. قال ما أقرأ، يعني أقرأ ماذا؟ وفي رواية ماذا أقرأ، يعني ما تريد أن أقرأ. وفي رواية ثالثة ما أنا بقارئ، أي ما أنا بحافظ الشيء، لأنه كان ناسيا، فضمه إليه ضمة شديدة. ثم أطلقه سيدنا جبريل روح، والقرآن نزل على روح النبي، وروح النبي الآن مشغولة بالجسد المحمدي، فلما ضمه أراد أن يغلب الروحانية على الجسدية حتى يتذكر ما طبع في روحه، ينخلع من جسده فلا يبقى إلا روحه فيقرأ من روحه. فضمه المرة الأولى والثانية والثالثة، فلما غلبت عليه الروحانية ذكره فتذكر، فقال له فقال خلفه. ولما بدأ الوحي ينزل ويتكرر على رسول الله بدأ يتذكر ما طبع فيه، فصار يحرك لسانه مع جبريل ولا ينتظر، فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كل هذه المراحل مذكورة في القرآن وكلنا نقرأها، متى نفهمها حتى نعرف قدر هذا النبي؟ لأن معرفة قدر هذا النبي تساوي الزيادة في الحب، والزيادة في الحب تساوي الزيادة في الإيمان. فنحن لا نتفاوت في إيماننا إلا بتفاوتنا في معرفة النبي وحبنا للنبي، لا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بكثرة العبادة، بل بكثرة حبنا ومعرفتنا بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وتوالى عليه الوحي واعتاده، صار يسبق جبريل، صار يسبقه، فقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. انظر كيف أن كل هذه المراحل الروحانية لها صورة في الجسد المحمدي رأيناها في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولها آيات توضحها في القرآن، ولكن قل من نبه عليها. فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أهميته هو التنبيه لمثل هذه الحقائق والدقائق والرقائق التي ترقيك في محبتك لنبيك وترقيك في مراتب أهل الإيمان، وإلا لن تذوق حلاوة الإيمان. فكم من مؤمن إيمانه مر، وكم من مؤمن لم يذوق شيء، ولكن المؤمن الذي يذوق هو المؤمن الذي يموت على الإسلام، والمؤمن الذي لا يذوق هو المؤمن الذي يخاف عليه أن يموت على غير الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تمسك بدينك. فكم من مسلم كان يحفظ القرآن، وكم من مسلم كان يصلي بالناس ومات على غير الإسلام. بل هناك من الصحابة من كان يكتب حتى الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد وكفر، عبد الله بن سرح
أخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعة كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كتب أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى نطفة ثم من بعد نطفة علقة ثم بعد علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناها خلقا آخر، الآية المعروفة في سورة المؤمنون، أنا الآن لا أذكرها لكن أنت فهمتها. لما ذكر له هذه الآية التي هي في سورة المؤمنون قال عبد الله بن سرح وهو يكتب تبارك الله أحسن الخالقين، لأنه كان عربي عنده الحس اللغوي وعنده الفهم، فلما قال تبارك الله أحسن الخالقين قال له النبي اكتبها، فهكذا نزلت. فظن عبد الله بن سرح أنه يوحى إليه كما يوحى للنبي، فقال إذن يوحى إلي مثلك، فكفر بالنبوة. في أكثر من هذا مقام كتابة الوحي من فم النبي ثم يموت على غير الإسلام؟ فإياك إياك 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 أن تركن لإيمانك ولا لإسلامك ولا لعملك، ولكن اعتمد على ربك وتمسك بهذا النبي، تعرف عليه. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فمن اعتقد أن رسول الله فيه مات على الإسلام، ومن لم يعرف أن رسول الله فيه في خطر عظيم، قد يموت على الإسلام وعلى غير الإسلام. فإن أردت أن تتمسك بإسلامك فاعلم أن فيك رسول الله، ثم اتلو القرآن، تجد من القرآن الأعاجيب عندما تقرأه تفهم منه ما لا يفهمه غيرك، ويضيء الله لك معاني لا يضيئها لغيرك، لأنك تقرأه بما فيك من رسول الله، ورسول الله أعلم الخلق بالله وأخشى الخلق لله، فمن كان فيه رسول الله ورث الخشية وورث العلم وورث الحكمة وورث الاستمرار والعبادة والصدق والإخلاص ومات على ذلك. ولا يكون فيك رسول الله إلا أن تتعلم فتعلم فتعمل فتحب وتتبع. ولكن من يتبع النبي بغير حب وبغير معرفة على خطر عظيم. ونحن في الآونة الأخيرة وجدنا كثير من المسلمين تركوا دينهم وارتدوا على أعقابهم خاسرين. والعجيب عندما نظرنا لكل من ارتد وجدناهم أنهم هم الذين لا يعرفون النبي بروحانيته، بل يعرفون النبي ببشريته فقط. لكن من يعرف النبي بهذه المعاني التي ذكرتها لك، من يعرف النبي بروحانيته أنه هو سر الأسرار وروح الأرواح وشجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية، من يعرف رسول الله أنه فينا، من عرف رسول الله أنه هو أول خلق الله وأنه هو الرحمة للعالمين، من تعبد الله محبا لهذا النبي، هو الذي ثبت على إيمانه ولو كان جاهلا ببعض فروع الفقه. فالجهل ببعض فروع الفقه لا يضر، ولكن الجهل بالنبي يضر أيما ضرر. فهناك من لا يعرف أحكام كثيرة في الفقه، ولكن كونه يحب النبي يسبق من يعرف كل أحكام الفقه، ولا يحب النبي المحبة الخالصة التي تشعره أن رسول الله فيه. ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب الوجود وروح الأرواح وسر بقائها. من لم يفهم هذه المعاني على خطر عظيم في إيمانه وإسلامه، فعليه أن يراجع نفسه قبل أن يضيع في هذه الفتن، وقبل أن يفقد أعز شيء أعطانا الله إياه بعد نعمة الوجود، وهي معرفتنا بهذا النبي وتعلقنا به ومحبتنا له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته وحسن اتباعه والقيام بحقه وحبه والنصح له صلى الله عليه وسلم ما حيينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان رسول الله فيك فاستحي من النبي قبل أن تستحي من ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليك من حيث أنه هو واسطة الوصول إلى الله، لأنك لا تصل إلى الله إلا خلف هذا النبي. فيقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لو دخلوا علي من كل باب واستفتحوني من كل مكان ما دخلوا علي إلا خلفك يا محمد. فهو باب الله، سيدنا رسول الله هو باب الله الذي يأخذ أيدينا إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا تشعر بقرب الله منك إلا إذا توجهت للنبي بالسؤال. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وجدت القرب واستشعرت القرب بمجرد التوجه لهذه الحضرة النبوية الشريفة الروحانية المحمدية الشريفة. فإذا توجهت إليها لم تجدها شيئا يحجبك، بل وجدت الله أمامك، فها أنت وربك. فجاء ليأخذنا بأيدينا إليه إلى الله، لا ليحجبنا عن الله. فنفعنا الله به أيما نفع، إذ لولاه ما نزل القرآن، لأنه لو نزل على الجبال ما تحملت، ولكن نزل على قلبه ليكون من المنذرين. ثم يسره بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به قوم اللدة. فلما كان النبي على هذه اللئيئة، إذ لولا روحانيته ما ظهرت سائر الأكوان، ولولا قلبه ما نزل القرآن، ولولا لسانه ما تيسر القرآن، إذا لولاه لذهب كل شيء، فلولا الواسطة لذهب الموصوط. فالله سبحانه وتعالى جعله واسطة بينه وبين خلقه، لضعف الخلق أن يستمد منه مباشرة. هناك من لا يستوعب هذا الكلام ويقول: كيف أن تقول أن الله يحتاج لواسطة؟ أنا لا أقول الله يحتاج لواسطة، الله غني لا يحتاج لشيء، لكن العبد فقير هو الذي يحتاج، العبد هو الذي يحتاج للواسطة، الله لا يحتاج، نحن الذين نحتاج إلى الوسائط لضعفنا ولضعف صبرنا ولجهلنا وعجزنا. فنحن المفتقرون، نحن المفتقرون، والله غني. ولكن هناك من يلبس عليك التلبيس: كيف تقول أن الله في واسطة بينك وبين الله؟ الله لا يحتاج لواسطة، كلام حق يراد به باطل. الله لا يحتاج لواسطة، وأنا لا أقول أن الله هو الذي احتاج الواسطة، أنا أقول أنا الذي احتجت الواسطة، أنا العبد الفقير الذي احتجت الواسطة. هذه الواسطة هي النبوة التي تأخذ بيدي لتهديني إلى الله. إذ لولا نزول الوحي على الأنبياء ما عرفنا الله وما عبدنا الله، فلولا واسطة الأنبياء ما عرفنا الله، لاحتياجنا لهذه الواسطة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا على هيئة لا نصلح أن يوحي إلينا، نحن أضعف إن أن يرسل إلينا ملك فيوحي إلينا. ولذا لما كفر الكفار قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هل تريد أن تؤمن فينزل عليك وحي لتؤمن؟ وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فماذا قال الله لهم؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليس كل إنسان صالح لرسالة ربه، فنحن محتاجون لهذه الوسائط التي توصل إلينا رسالات الله. هذه الوسائط هم الأنبياء والرسل، فمن أنكر الواسطة أنكر الوحي، ومن أنكر الوحي أنكر الرسل، فهم يلعبون بالنار، نار الكفر، ولكن يقولونها بألفاظ تخيل على بعض العوام الذين لا يدركون خطورة ما يقولون. حتى عند زيارتنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقف أحدهم ويقول للناس: ليس هناك واسطة بينك وبين الله، كأنه بينكر نبوة النبي. يقول هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما دور النبي إذن؟ وما قلب النبي إذن؟ وما لسان النبي إذن؟ إذ قلبه الذي نزل عليه القرآن، ولسانه الذي تيسر به القرآن، وشخصه الذي نفذ به القرآن، فكان قرآنا يمشي، فهو الذي أخذ بأيدينا إلى الله. نحن الذين نحتاج للوسائط،
أنت إذا أردت أن تكون أبا لابد أن تتوسط بأن تتزوج فتنجب زوجتك فتصير أبا، وأنت لم تخلق ابنك، ولكن بواسطة الزوجة يخلق لك الابن. فنحن نحتاج للوسائط لضعفنا، فكيف ينكرون الواسطة؟ وسيدنا عبد السلام بن مشيش في صلاته التي ينكرها كثير من الوهابية، لأنه قال فيها إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوت، ينكرون هذا العلم المكنون الذي جعله الله في قلوب الأولياء لينبهوا على مقام الأنبياء، لأنه لا يعرف مقام الأنبياء إلا الأزكياء. وأبو بكر العربي له كتاب اسمه تنبيه الغبي إلى مقدار النبي، تنبيه الغبي إلى مقدار النبي، فالذي لا يعرف مقدار النبي هو الغبي. ولذا علينا أن نعرف قدر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقدر معرفتك به بقدر ذكائك وإيمانك ومحبتك وارتقائك وولايتك، وبقدر نظر الله إليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل بك وبه في مخارج الأمر ومداخله، ونكره من عيني. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة مهداة، واحملنا في سيرنا إليك على سبيله الواضحة المسالك لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أن يتبعني إلى حضرتك القدوسية التي إليها ينتهي سير الواصلين، وعندها تقف مطايا السالكين، وأن إلى ربك المنتهى حملا محفوفا بنصرتك الربانية. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، انصر الإسلام والمسلمين، وأدل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ورسول الله هو رحمتك فبرسول الله نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برسول الله نستغيث فهو رحمتك نستغيث، أن تصلح شأننا كله يا رب العالمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، نحن وسائر المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ونبينا أرجى عندنا من أعمالنا، فنبينا هو رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. هذا دعاء يقوله النبي يستغيث فيه بالرحمة، فالنبي استغاث بنفسه صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا نستغيث به؟ إذا كان النبي استغاث بحقيقته روحانيته فقال برحمتك وهو الرحمة، فالرحمة تستغيث بالرحمة، فما بالك أنت تنكر الاستغاثة بالنبي أيها الغبي. وعليك أن تقرأ كتاب تنبيه الغبي لمعرفة مقدار النبي حتى تعلم قدر هذا النبي، ثم بعد ذلك يمارون في عدم جواز الاستغاثة بغير الله والتوسل بغير الله، فهو وسيلتنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فنبينا وسيلتنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقدم الصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي لنا هذا النبي، والذي حببنا في هذا النبي، وعرفنا في هذا النبي، وجعلنا أتباع لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتم علينا نعمة محبته حتى يكون أحب إلينا من كل شيء ومن أنفسنا، حتى نتحقق بحقائقه، ونتخلق بأخلاقه الكريمة، ونسير على نهجه القويم، ونموت على ملته، ونحشر في زمرته، ونشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وأن نكون رحمة في كل أرض ننزل بها، وراثة نبوية محمدية الذي هو الرحمة للعالمين. فاللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب اقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين اغننا بحلالك عن حرامك. يا رب يا أرحم الراحمين، تملأت علينا الكفار ليفقرونا ويجعلونا معوزين،
فاغننا بفضلك عمن سواك. يا رب العالمين اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب العالمين أبدل حالنا إلى أحسن حال ببركة حبيبك المصطفى. إن لم نكن أهلا لذلك فهو أهل لذلك، لأنه يفرح لذلك، وأنت تحب أن تفرحه وتدخل السرور عليه، وقلت له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وهو لا يرضى وأحد من أمته في فتنة وبلاء وكرب وشدة، فارفع عنا كل فتنة وبلاء وكرب وشدة لأجل هذا النبي الكريم الذي هو حبيبك وأنت حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجزم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.